كبشون الكلباوي يريد أن يحسن. يا أبا كبشون، نعم لقد غوفلت، ولأذهبن عند الحلاق. هناك حلاق من اسمه أبا زيد، سوف أذهب عنده الآن، سوف أحسن. وأكونن من المحسنين. تهلوا في أنفسكم، سوف أذهب عنده الآن. اذهب الآن. الله، وعليك السلام يا كبشون الكلباوي. كيف حالك؟ حمدا لله يا أبا كبيدة. ماذا تريد؟ لا أريد أن أحسن. لن تحسن اليوم أبدا. إذا فلنتلاقى إن شاء الله غدا. آتي بالدنانير. سوف آتي بالمال، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فتاة. ويحه وتبا له، ألا يريد أن يحسن لي؟ لأفسكنه فسك الرجال.